صحيح اليوم فسخنا العقد رسميا وكونت التجربة مع نادي الرياض الصفاقسي. الحمد لله ربي ان شاء الله واحد يكون كاف في المستوى وكل شيء. ظهر لي واحد عمل عليه هو في المكتوب اليوم، انا ربي وجهني خير وما ربي يجيبون القسم وكاو. تجربة ما دامتش برشا حمزة مع نادي الرياض الصفاقسي بالرغم اللي توج فيها حمزة مع سي اس اس بالبطولة، اكيد فما اسباب للفسخ نتاع العقد. الحمد لله هذيك احلى حاجة في الكورة، انا اول بطولة في حياتي واحد هزها. ظهرني ما ينكرش حظ نادي الصفاقسي على خاطر كانت انا هي اللي عطاته اول بطولة واحد في كارير، والحمد لله يا ربي ظهر لي تجربة صحيح ما كانتش طويلة. أولا كما تعرف كورة في يودي با اليوم في المكتوب عدة أسباب. الحاجة اللي نجم نحكي فيها أنا مثال كونكيرون ديريكت معاك في نفس البوست يغيب شهرين ما يتعاقبش وشي كور ديريكت أنت تعمل بوند عن طريق السيند جول زعما شنو فهمت سنتيم. الحاجة هذه اللي قلقتني فامي ديفا مش باش نتكلم تو في مامو ولا في غيره، أي هو ملاعب ملاعب كبير ملاعب كبير كبير فهمت. فما حاجات ممكن أنا نقول اللي ما تليقش بسمعة النادي الصفاقسي فهمتني، كيشوير يغيب لك مثال شهرين بعد يجي يلقى طريق ونفرش الورد وكل شيء. انا نستغرب واحد من الناس فهمتني، انا مع احترامي اكثر واحد نحبه ماما فهمتني، انا نستغرب فهمتني في حاجه كيما هيك.